الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، بك مؤمنين، إليك مستسلمين، منقادين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين، وفيك واثقين، وبقضائك راضين، وبشريعتك ملتزمين. رب اغفر ذنبي، رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل توبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، واصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وجيراننا وآل بيت نبينا وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وكل من سألنا الدعاء. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلى الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وإذا أعنتنا فاقبل ذلك منا بتوفيقك وفضلك يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الحجة العارف بالله أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبو جمرة الأزدي الأندلسي المالكي مذهبا والمصري مقاما ومقاما، والمدفون بسفح المقطم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتابه في الدارين آمين. بدأنا بالأمس في الحديث 40، وهو حديث 7: يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. والحديث يقول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. وقرأنا بالأمس 6 أوجه في الشرح، واليوم نقرأ الوجه 7. في
فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوابها على أن بعض المندوبات ثوابها أعلى من ثواب بعض الفرائض. يعني معلوم إن المندوب أقل من الفريضة من حيث الطلب، وأنه يعدل الواحد على 70 من الفريضة، لأن الحديث المشهور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على شهر رمضان من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه مندوب أو تطوع كانت كفريضة فيما سواه. يبقى عرفنا من هذا الحديث إن التطوع والمندوب واحد على 70 من الفرض. والحديث المشهور ما تقرب عبدي إلي أحب مما افترضته عليه، لكن في الحديث ده يدلك على أن بعض المندوبات لها ثواب يكون قد يكون أكثر من ثواب الفريضة. يعني مثلا اللي بيأدي الزكاة، الزكاة دي مش فريضة؟ فريضة، ما جابش إن هو ممن يظلهم الله في ظله، مع أنها فريضة، وجاب اللي بينفق نفقة لا يعلم قدرها، واللي بينفق نفقة لا يعلم قدرها معناها تطوع، لأن الزكاة معلومة القدر. يبقى هنا بيتكلم على صدقة التطوع، صدقة التطوع اللي بيخفيها تستوجب الظلال، مش كده برضو؟ فاحنا عايزين نحل الإشكال ده، إزاي نجمع بين إن الفريضة أفضل لكن بعض النوافل ثوابها قد يفوق الفرائض. هذه الوجه السابع عايز هو سيدنا الإمام أبي جمرة يحل لك الإشكال ده كويس. فبيقول إيه؟ فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوابها أعلى من ثواب بعض الفرائض، يؤخذ ذلك من قول عليه السلام 7 يظلهم الله، والأكثر من 7 هو من باب المندوب، وهذا الثواب لم يأتي مثله على بعض الفرائض. يعني الحب في الله والبغض في الله ده من المندوبات مش من الفرائض. يعني طبعا بيكمل الإنسان ويجعله من المحسنين ويجعله من أهل الزلف، لكنه يعني مش زي مثلا إقام الصلاة، مش زي مثلا الحج إذا استطاع إليه، فهو أقل من حيث هذا المعنى. وهذا الثواب لم يأتي مثله في بعض الفرائض اللي هو الظلال، أن يظله الله في ظله. يعني ما قلناش مثلا أن البار بوالديه في ظل الله، شفت قد ايه بقى حاجة، مع أن بر الوالدين ده يعني بعد الإيمان بالله ثوابه عالي، أو يعني دليل أن في بعض المندوبات ربنا يخصها بأجور قرض لا يخص الفرائض به. لكن على فكرة الإشكال ده إشكال ظاهري مش معنوي، يعني لما تبحث في المعنى ربنا ما يقبلش المندوب إلا من أدى الفرائض، خد بالك، يبقى هو إشكال لفظي مش حقيقي. هو واحد هيعمل المندوب ده وربنا يقبله منه وهو مقصر في الفرائض؟ فهمت بقى؟ عشان كده تلاقي ان الاشكال ده اشكال وهمي مش اشكال حقيقي. العلماء يقول لك ده اشكال لفظي وليس معنوي، يعني من حيث المعنى والفكر تلاقيه مش مشكله، لان ربنا مش هيقبل المندوب الا بعد، يعني هنا صدقه التطوع اللي هتستوجب الظلال مش هتقبل طالما ما اداش الزكاه اصلا. فهمت بقى المساله؟ يبقى الزكاه مهمه لسألة وتكون هي أساس قبول النافلة، لكن النافلة يمكن لا تقبل وتفضل معلقة حتى تؤدي الفرض الأول، فإذا أديت الفرض تأخذ ثواب النافلة. واضح؟ فهي المسألة إشكال لفظي وليس إشكال معنوي. وهنا بحث كيف يجتمع أن بعض المندوبات أفضل ثوابا من بعض الفرائض، وقد قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن مولانا، يعني في الحديث القدسي،
لن يتقرب إلي المتقربون بأحب من أداء ما افترضت عليهم. وصيغة أحب تعطي الأفضلية في الفائدة، فالجواب أنه ما يصح له ثواب المندوب إلا بعد تحصيل المفروض. أول جواب هو إن مش هيحصل لي ثواب المندوب إلا بعد تحصيل المفروض، لأنه إذا عمل المندوب ولم يأتي بالمفروض استوجب دخول النار. خد بالك إن الفرض يمنع من دخول النار، والمندوب يرفع درجتك في الجنة، واللي يمنع من دخول النار أهم، لأن مش هيبقى في جنة لما تتمنع الأول من دخول النار. فهمت بقى؟ فالمفروض يمنعك من دخول النار، طيب والمندوب يرفع درجتك في الجنة. واضح؟ فاللي يمنع من دخول النار أهم، لأن مش هتترفع درجات في الجنة إلا إذا دخلتها أصلا ومنعت من النار، فهي متوقفة على المنع من دخول النار. واضح؟ لأنه إذا عمل المندوب ولم يأتي بالمفروض استوجب دخول النار، وقد جاء أن واديا في جهنم يسمى الغي، هو لمن ترك شيئا من الفرائض، ومن ترك المندوب فلا عقاب عليه أصلا، لكن يفقد الثواب لكن ما لوش عقاب، غير أنه فاته ثواب عظيم. فصورة الجمع بين الوجهين أن تقول إن الفرائض أرفع لأنها بالوعد الجميل من جاء بها لا يدخل النار، وبعض المندوب أكثر ثوابا من الفرد، لكن ذلك الفرد وإن كان ثواب أقل من أجر المندوب من حيث درجات الجنة يعني، إلا إنه هو اللي دخلك الجنة أصلا. عشان تعرف تترقى لازم تدخل الأول الجنة، فأنت مش هتدخل الجنة إلا بالفرائض، وبعدين عشان تترقى جوه الجنة محتاجة بقى مندوبات. فهمت بقى المسألة؟ وبعض المندوب أكثر ثوابا من الفرد، لكن ذلك الفرد وإن كان ثوابه أقل من أجر المندوب فقد من حيث تحصيل الدرجات داخل الجنة يعني، فقد فاته لأنه استهلك ثواب الفرد في أنه جنبك النار، ودي في حد ذاتها فوز عظيم. شو ربنا بيقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. يبقى الفوز الحقيقي الأول تتزحزح من المصيبة دي وتخش على الجنة، بعد كده تخش الجنة تجيلك بقى نوافلك ومندوباتك وتطوعاتك ترفع درجاتك. كويس؟ لكن ذلك الفرد وإن كان ثوابه أقل من أجر المندوب فقد فاته الفرد بأمر أعظم من ذلك، وهو البعد من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فوزا عظيما، فوقع الفرق بأن الواحد وهو المندوب أكثر ثوابا والآخر وهو الفرد أكثر فائدة، والفائدة تحوي أشياء من المنافع عديدة، وتعظيم الأجر لا يقتضي زيادة على غيره غير التفضيل في ذلك الوجه الواحد ليس إلا. يعني بيقول لك إن الفرد فائدة أعم، ولكن بعض النوافل ثوابها من حيث وجهة معينة قد يفوق، لكن من حيث المجموع الفرد يسبق. واضح؟ لأن فوائد الفرد أوجهها كثيرة، إنما النافلة ما بتفتش إلا في وجه واحد. وتعظيم الأجر لا يقتضي زيادة على غيره غير التفضيل في ذلك الوجه الواحد ليس إلا، كقولنا مثلا زيد أجمل من عمرو وعمرو خير من زيد. زيد أجمل من عمرو من حيث تقاسيم وجهه، لكن لما نقول إن إيه إن عمرو خير من زيد ما تفرقش بقى المظاهر، هو مثلا بيتقن صنعته أكثر إخلاصا، أكثر إيه توددا للناس، أكثر منفعة للناس، دي وجوه أخرى تعود نقصه من حيث الجمال الظاهر، وفي الآخر تلاقي إن عمرو إيه هو اللي يسبق لأنه عمرو خير من زيد، لكن زيد أجمل بس من حيث الصورة. وعلى شكل المصريين ساعات إيه لما يتغروا بالجمال يقول لك إيه من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله،
يبقى مظهره الاول تفتكره ان هو حاجه حلوه قوي، تيجي تعيش معاه تلاقيه مر علقه مش عايز تبص له اصلا، من بره رخام ومن جوه سخان، مش كده برضه؟ فالمظاهر ساعات تغر، لكن العبره بالمعاني والسلوك والحياه وما في القلب هو دي العبره. مش العبره ان ده طويل وشعره ايه وعيونه وبشرته ايه وتقاسيم وجهه ايه، مش هي دي العبره. فزيد ما فضل عمرا إلا في الجمال ليس إلا، وعمر فاق زيدا في أشياء عديدة لقولنا هو خير منه. فنسبة ما فضل عليه في الوجه الواحد بنسبة الذي زاد عليه من وجوه عديدة، كنسبة صاحبين، كان خياطة ثوب أحد الصاحبين خيرا من خياطة ثوب صاحبه، وثوب صاحبه أرفع منه، فأشرفهما وأرفعهما في اللباس الذي ثوبه أرفع، وإن كانت خياطة ثوب صاحبه أرفع. يعني واحد جايب خيشة وخيطها عند أحسن ترزي بدلة اسمها خيشة برضه، لكن واحد جايب بقى إيه وماش من أرقى الأقمشة وعامله بدلة، حتى لو التفصيلة مش حلوة قوي لسه البدلة دي أقيم من البدلة الخيشة دي، حتى ولو هي متخيطة أحسن، في الآخر اسمها خيشة، يعني يمسح بيها الأرض ولابسها ومتأمع بيها مسويش حاجة، فهم؟ ادي يعني هو بيحاول يقرب لك المعنى. الوجه الثامن قوله عليه الصلاة والسلام يوم لا ظل إلا ظله، الظلال كلها لله ملك في الدنيا والآخرة. هو حتى الظل اللي في الدنيا ده مش ملك ربنا برضه؟ مش معنى يعني قال لك في الآخرة يوم لا ظل إلا ظله، لأن في الدنيا ربنا برضه يملك الناس بعض الأشياء على سبيل الأمان، فجعل انك انت تملك بيت والبيت يبقى ليه ظل، ومن حقك تمنع الناس تتظلل ببيتك لان ده ملك، ده في الدنيا، لكن في الاخره خلاص الملك لله بس، ما فيش بقى واحد يقول لك ملك الحته دي خلاص، فقدت ما ملكك اياه في الدنيا، حتى لدرجه ان جوارحك اللي كانت ملكك في الدنيا وبتستفيد بيها تشهد عليك كانها بقت اجنبيه عنك. شوف اكتر من كده ايه يعني؟ حتى جسمك بقى غريب عليك يشهد عليك، لانه مع انه في الدنيا ربنا سخره ليك. الظلال كلها لله ملك في الدنيا والاخره. فالحكمه في الاخبار بهذه الصيغه هنا ان ظلال الدنيا وان كانت له جل جلاله في الحقيقه يعني، فمنها ما قد جعلها عز وجل ملكا للعبيد تملكوها بحسب ما شرع لهم ذلك، لا يتصرف فيها أحد إلا برضاهم، حكم منه لذلك، مثل ظلال الحدائق المتملكة وظلال الله عز وجل لم يجعل لأحد عليها ملكا، فمن احتاج إلى شيء منها أخذها دون عتب. يعني ربنا خلق جبال وأشجار مزروعة لوحدها مش ملك حد، لما تتظلل فيها ما حدش يقدر يمنعك. في الدنيا هو في ظلال ربنا سبحانه وتعالى جعلها ملكا له يستمتع بها كل العباد، تقعد في ظل شجرة مش مملوكة لأحد، تقعد في ظل جبل مش مملوك لأحد، واضح؟ لكن في ظلال أخرى في الدنيا مملوكة لبعض الناس، واضح؟ فهي يعني جعل في الدنيا في أشياء ملك للناس على سبيل الأمانة وحيسألهم عليها، وفي أشياء أخرى جعلها مشاع ملكية عامة يستفيد بها كل الناس. فمن احتاج إلى شيء منها أخذها دون عتب له على ذلك، مثل الظلال التي في القفر أو التي قد خرج أصحابها عنها لله عز وجل وسبلوها له، زي واحد يجعل وقف لله تعالى كان ملكه ثم سبله لله عز وجل فصار ملكا للناس كلها. وظلال الآخرة ما فيها مباح، بل كلها قد تملكت بالأعمال التي عملها العاملون الذين هداهم بفضله لتلك الأعمال التي ذلك ثوابها، بمقتضى قوله عز صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فليس هناك لصعلوق الأعمال ظل، صعلوق الأعمال يعني الذي لا يملك، الصعلوق والذي لا يملك شيء، صعلوق الأعمال يعني الذي لا يملك عمل،
قدمه، يبقى ملوش ظل في الآخرة، لأن عندما أنت في ظل أعمالك، أعمالك الصالحة، ما فيش أعمال صالحة يبقى اسمه صعلوك، زي اللي ما عندوش مال في الدنيا نسميه إيه؟ صعلوك. فاللي ما عندوش، وأموال الآخرة هي الأعمال الصالحة، هذه الحكاية. وعلى شكل بيقول لك صعلوك الأعمال ده لا ظل له في الآخرة، يعني الذي لا يملك أعمال صالحة لا ظل له. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ليس هناك ظل إلا لمن عمل هنا لله. فلما أضاف أعمال البر هنا إليه كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما كان لوجه الله، ده أحد تفسيرات الآية يعني، وإن كان سيدنا محي الدين بن العربي ليه لفتة أخرى في الآية مختلفة، لأن الآية أوسع من معنى واحد، ده يدرك منها معنى وده يدرك منها معنى وده يدرك منها معنى. كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما كان لوجهه، أي مخلصا لله عز وجل، فهو باق ينتفع به صاحبه في الدارين. وما ليس لوجهه، ما كان ليس لغير الله يعني، يبقى هالك. وكلمة هالك اسم فاعل، معنى هالك في الحال، مش هالك في الاستقبال، ده هالك في الحال، يعني ملوش ثمرة، ده بيعمل العمل وكأنه بيحرقه وهو بيعمله طالما لغير الله. هذه ميزة التعبير، مش قال كل شيء يهلك، لا ده قال هالك، وهالك اسم الفاعل واسم المفعول، والحاجات دي معناه يعني وجود الصفة غير متعلقة بالزمن، متلبسة به في كل أحواله، يعني هالك في كل أحواله، في الماضي والحاضر والاستقبال، هذه معنى هالك، غير يهلك أو سيهلك أو هلك، واضح؟ هالك دي أقوى. كل شيء هالك إلا وجه، أي ما كان لوجهه فهو باق ينتفع به صاحبه في الدارين، وما ليس لوجهه فهو، وإن كان نفعه موجودا لصاحبه في هذه الدار، إذا لم يجده هناك حيث الحاجة إليه فهو هالك، أي ليس ينتفع به، وقد يتضرر به فيكون أبلغ في الهلاك، فإضافة ثوابها في الآخرة إليه. الوجه التاسع فيه إشارتان عجيبتان، أحداهما الإرشاد إلى الإخلاص في العمل، يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل الله، يعني اللي بيستوجبه العمل لله، يعني دي إشارة للإخلاص. ولهذا قال بعض الفقراء الصدق والإخلاص علامة الخلاص، الصدق والإخلاص علامة الخلاص. والثانية وهي رد الفرع إلى أصله بإضافة الفرع الذي هو الظل إليه، كما كان الأصل في الدنيا مضافا إليه وهو من بديع الحكمة، ويترتب عليه يعني الظل ده فرع لحقيقة، وهو أن الله هو الذي أوجده، فترجع الأصول الفروع لأصولها في الآخرة، وإن كان في الدنيا في ملكية في الظاهر فقط، لكن ليس في الحقيقة، فيقوم يترد كل حاجة لأصله، اللي هو ربنا عبر عنه في القرآن لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وهو من بديع الحكمة. ويترتب على هذا من الفقه الحث على الأعمال الخالصة التي توجب هناك ذلك الظل المبارك، جعلنا الله ممن أجزل له منه الحظ بمنه. وعلى شكل احنا قلنا ايه، ان في يعني سيدنا ابن حجر العسقلاني جمع كل الخصال التي توجب الظلال في رسالة لطيفة اسمها الخلال الموجبة للظلال. الخلال، انا امبارح قلت لكم الخصال هي الخلال الموجبة للخصال. فممكن تخش على النت المكتبات الإسلامية الموجودة على النت وتكتب اسم هذا الكتاب، يمكن تلاقيه وتعمل له برينت، لأنه غير موجود في الأسواق حاليا، يعني حاليا غير موجود في الأسواق، بحثنا عنه بقالنا 5 سنين لم نجده، لكن هو جمعها الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري في رسالة لطيفة، وصلها لأكثر من 90 خصلة غير 7 دول، يعني 7 دول معاهم كمان لسه
ما يقرب من 90 خصلة أخرى تستوي بالظلال. وإن شاء الله بعد ما نخلص الحديث ده نحلخصها لكم ونكتبها على ورقة ونوزعها إن شاء الله بعد ما نخلص. هلخصها لكم من كذا كتاب يعني جمعوها العلماء اللي هم اطلعوا على تجميعة ابن حجر، زي الإمام القسطلاني في شرح صحيح البخاري ذكرها، والإمام الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك ذكرها أيضا. فإن شاء الله أنا أجمع لكم الكتابين دول لحين ما إيه حد يخش لنا كده على النت ويكتب الخلال الموجبة للظلال لابن حجر العسقلاني ويعمل إيه بحث ويشوف يمكن يلاقي، فلو لقاها يطبع لنا طبعا ويديها لنا ويبقى جزاه الله خير، نديها المطبعة تروح طبعها ويتعاد إيه الكتاب مرة أخرى في الأسواق لتحصل عليه الناس ويستفيدوا به. وجزاكم الله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ونداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عنك الغافلون. جزاكم الله خيرا.